مرحبا، أنا الدكتورة ميرفت الصوص من كلية الصيدلة. رح أحكي عن كتابين جداد وصلوا على مكتبة الحسين بن طلال. طبعاً الكتاب الأول هو كتاب البيسك فارماكوكيناتكس، هي الطبعة الثانية لصن الجنبكار وفيليب برين. هذا الكتاب يساعد الطالب على فهم مبادئ حركية الدواء والصيدلة الحيوية واستخدام هذه المبادئ لتحقيق علاج دوائي ناجح، أي بجرعة صحيحة وبفريكونسي أو تكرار صحيح. أيضا الكتاب يشرح بالتفصيل استخدام المعادلات المناسبة لحساب تركيز الدواء بعد أخذه بجرعة معينة عن طريق الفم أو الوريد أو غيرها من الطرق. طبعا الكتاب هذا فيه مجموعة من الأسئلة المحلولة اللي بتساعد الطالب على فهم هذه المعادلات. الكتاب لغته سهلة واضحة وبسيطة. الكتاب الثاني هو كتاب الفارماكوثيرابي باثوفيزيولوجيك ابروتش لجوزيف ديبيرو، الطبعة العاشرة. هذا الكتاب بتحدث بشمولية عن العلاج الدوائي الأمثل أو العلاجات الدوائية الأمثل للمريض، عن مستندة للأدلة المحدثة بأحدث الجايدلاينز والإرشادات العالمية. طبعا هذا الكتاب بتناول العديد من الأمراض المختلفة، منها الجهاز الدوراني، أمراض الجهاز التنفسي، أمراض الجهاز الهضمي، الأمراض الجهاز المناعي والأورام السرطانية وغيرها من الأمراض. الكتاب بنهاية كل فصل بشرح طبعاً يعني في مجموعة من الأسئلة والإجابات اللي ممكن تساعد الطالب بتقييم فهمه للمادة. لغته أيضاً سهلة وواضحة وبسيطة، وبستفيدوا منه الطلاب بعدة مساقات بياخدوها بالسنة الرابعة والخامسة، وهي مساقات الثيرابيوتكس أو الصيدلة السريرية والمداواة. وطبعا هذول الكتابين موجودين بمكتبة الحسين بن طلال بجامعة اليرموك، وشكرا لكم كتير.